محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى في صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى في صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى في صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته من أول ينفع عمري سمعت أبويا أمي بيصلوا عليك اللهم صل عليك حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك ونام يا حبيب الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi Ainul Husna. Alhamdulillah jamaah PIS 21-22 sudah berada di Kota Madinah Al Munawwarah tepatnya di Bandar saja. Insyaallah jamaah ibu-ibu khususnya pada hari ini juga jam 8 sudah kumpul di lobi untuk melaksanakan sholat tarawih dan juga ziarah ke makam Rasul dan para sahabat. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajat-hajatnya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.